والله يا أخواننا، أنا أذكر نفسي وإياكم الآن، نحن الآن في هذا الوقت ينظر إلينا الكفار، ماذا نصنع؟ هل نخاف؟ هل نقول مثل ما يقول هؤلاء؟ هل نعتمد على الأخبار؟ هل نلجأ إلى الله؟ كيف نكون في وقت الشدة الآن؟ كفار مكة كانوا في وقت الشدة يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الذي تراه يعني في الغالب أنه ليس على الجادة، كل هذا يعني من أساليب الشيطان حتى نتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إذن قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي الحديث قال: ويعجبني الفأل. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتفاءل عليه الصلاة والسلام، فالتفاؤل حال الموحد، والتطير والتشاؤم حال المشرك المنافق، نسأل العافية والسلامة. لابد أن نتفاءل الآن، حتى لو يعني قدر الله سبحانه وتعالى على إنسان بالمرض، ماذا يصنع؟ هذا الذي وقع عليه بقضاء الله وقدره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. وقد وقعت أمراض، ومنها ما وقع في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يعني ما وقع من طاعون عمواس مثلا، هذا كان بقضاء الله وقدره. ماذا صنع الصحابة رضي الله عليه؟ يعني صبروا وعرفوا أن هذا شهاد من الله سبحانه وتعالى، وكان خير، سبحان الله، كل الخير في هذا. لكن المهم أننا نكون مع الله سبحانه وتعالى. قال: ويعجبني الفعل. إذا لابد نتفاعل، لا نتطير الأنشاء. ليس معنى هذا أننا لا نأخذ بالأسباب، لا، لابد أن نأخذ بالأسباب الخاصة. يعني في هذه الأيام هناك من يثير القلاقل والفتن مع الحكام، يقول الحكام يريد كذا وكذا ويصنع وأراد كذا وكذا. هذه الأوقات أوقات الفتن، لابد أننا نجتمع، لا نفترق، لا، ولا نسمع لهذه الأخبار والإشاعات. ليس وقت الآن الكلام على السياسة، هذا ليس وقت هذا الكلام. ليس وقت الآن الكلام عن أخطاء الحكام وكذا، لا، الآن الكلام نبحث عن الحلول، نجتمع، لابد أننا نتناصح، نتعاون، نكون يد واحدة، نتعاون ونجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. وهذه فرصة الآن، فرصة أن يرى الحكام منا أننا يعني معهم في طاعة الله لا في معصية الله. لا أحد من أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم ويأكم منهم يقول أن نطيع الحكام في معصية الله، لا، نريد أن يرى الحكام الآن منا واقع عملي، أننا نعمل في طاعة الله معهم لا في معصية الله، نطيعهم طالما لم يأمروا بمعصية، وهذا مصلحة لنا قبل أن تكون مصلحة لهم. وهذا الذي نراه اليوم من حكام الكفار، نسأل العافية والسلامة. يعني البعض قد تخلوا الآن عن شعوبهم وكذا، ورأينا بفضل الله هؤلاء الحكام الذين كان يتكلم فيهم بعض الناس أنهم اليوم ولله الحمد قاموا ووقفوا. فنحتاج منا إلى دعاء، والله أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد. يحتاج إلى أن ننشر بين الناس أن لابد نتعاون، لابد من الطاعة، لابد من الاجتماع للافتراق، ولا يعني نصغي لهذا الذي يردنا من الكفار، من الشياطين الذين أرادوا تفريق الصفوف، والله، ويصطادوا كما يقال الآن في الماء العكر. إذا نتفاءل، نأخذ بالأسباب، نتواصل مع حكامنا، مع علمائنا، مع ولاة الأمر، مع الأطباء، يعني الأشياء التي منعوا منها يكون على هذا.